طبعا تسمعني؟ تفضل. شنو كان سؤالك بالضبط؟ سؤالي بالضبط، هل المراجع ينوبون عن الإمام أم لا؟ لا طبعا. الصوت يجيني متأخر طبعا من عندك. المرجع لا ينوب عن الإمام؟ لا طبعا، لأن أمال مين اللي بياخد شوف الخمس؟ شيخ. أمال مين اللي بياخد الخمس؟ مين اللي بياخد الخمس؟ اي اوكي، راح اسالك سؤال تسمح لي. تفضل. انت قلت منو الخليفه الشرعي بعد الرسول، صح لو لا لا؟ لا لا معلش، ده الزبون راح، الزبون كان بيشتري علبة سجاير ومشي. اوكي، يعني ما تجاوب على سؤال، بس اسمح لي راح اجاوب على كل خلينا بس في اسئلتك، لكن خلينا في في السؤال النهايه ده، راح اسالك خلينا سؤال. في السؤال ده لو سمحت، خلينا في السؤال ده. اوكي. بالنسبة شنو هو المرجع؟ نجيب بالبداية، من هو المرجع ومن هو الإمام، صح لو لا؟ الإمام، اتفضل براحتك، المرجع اللي اتفضل هو يكون اتفضل. وكيل للإمام، اللي هو بديل للإمام. الإمامة هي تفضل كمل، اتفضل. فبالنسبة بعد الرسول صارت كثير مشاكل بين المسلمين، صح لو لا؟ قتلوا الخلفاء كلهم، وأي خليفة يجي قاموا يقتلوا، صح لو لا؟ فالله سبحانه وتعالى اوريدي يدري انه هاي المشكله. احنا ناس المسلمين بصوره عامه، او مو المسلمين، العرب وهاي المنطقه اللي بدا بها الاسلام، شعب يعني منطقه متعصبه جدا، منطقه كلش يعني عند هذا التعصب الديني وهذا الشيء. فلهذا الله وكل بدلاء ورا الرسول مؤقتين، اللي هم يحاولون انه يكملون الدين، يوصلون الدين الى مرحله مستقره، وينشرون الدين باي طريقه. لان بعد ما خلصت رساله الرسول، هو الرسول نزل حتى يوصل رساله، خلص الرساله بقى تكمله للدين. الدين يحتاج ايضا اشخاص يكملون عليه، لكن مو يضيفون، يكملون، انه يحاولون يسيطرون على المسلمين، يحاولون ينشرون الاسلام بعد ما كملت رساله الرسول اللي هي رساله الاسلام الكامل، صح ولا لا؟ جاوبني، انا جاوبك على سؤالك اللي تريده. اقنعني زين، اقنعني بشيء ثاني. طيب يا حبيبي، هو الناس اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم دول، الناس دول ولاد البطة البيضة واحنا ولاد البطة السوداء؟ ليش يعني؟ شنو قصدك؟ ما فهمت يعني قصدك. هم مثلا يبقى لهم معصوم واحنا ما نفسناش في معصوم؟ يعني ملناش نفس في معصوم؟ زين زين، راح اسالك سؤال يعني هسه. هم الناس ابو 150 سنة دول، الناس اللي هم المعصومين جولهم في 150 سنة وبرضه ما استفادوش منهم حاجة، بس دي مش مشكلتي. يعني جولهم في 150 سنة واحنا 1300 سنة ملناش نفس ان احنا نشوف معصوم؟ احنا مش لينا يعني حاجات زي قصدك الناس بالدول الاولانية اللي اللي ليها الثانية، حاجات؟ قصدك الدول العربية الثانية منا؟ يا عم انا ما كلمتكش في دول عربية، انا بكلمك دلوقتي. انتوا عندكم معصوم، قعدوا المعصومين عندكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا بتاع حوالي 160 سنة، 160 سنة دول صح. المعصومين، تمام؟ عندكم قعدوا لمدة 160 سنة، واحنا دلوقتي بقالنا 1300 سنة من غير معصوم، يبقى احنا ولاد البطة السوداء، قصدك واللي من بعد النبي الثانية، ولاد البطة قصدك البيضاء، من عشان كده الثانية. ربنا عطاهم معصومين وحرمنا احنا من المعصوم. أنا راح أجاوبك. لا مو هيك، مو هيك أصلا، مطلقا مو هيك. اسمح لي، أنت قصدك بالنسبة للمذهب السني ما عندكم معصوم، قصدك هاي الطريقة، صح ولا لا؟ لا يا لا باشا، الطريقة احنا مو هيك. سنة هو وشيعة ما عندناش معصوم يا باشا، سنة وشيعة ما عندناش معصوم. اسمح اسمح لي. لك، تفضل. بعد الصحابة رضي الله عنهم كلهم طبعا، وأنا أحترم الصحابة جميعا لأنهم كانوا أصحاب الرسول، هم كلهم اجوا خلفاء للرسول لاكمال يعني مو لاكمال الاسلام، بس يعني شلون اقول لك، لتثبيت الاسلام اكثر. فبعد ما كمل الرسول صلاته مثل ما قلت لك، فمن وصل هي كانت الخليفه الاولى، هو مثل ما قلت الاقرب للرسول، صح ولا لا؟ يعني العفو، الخليفه الاول الرسول لازم يكون الاقرب. من هو الاقرب؟ الامام علي، صح ولا لا؟ لان هو كان ايضا ماخذ بنت الرسول من اقارب الرسول، فالاقرب من كثير نواحي، هو من اوائل اللي دخلوا الاسلام. فاذا منو؟ ما الامام هي لو علي. هي اوصى بص هاي بص المشكله لو هي بطمع. بالقرابة، لو هي بالقرابة ما كانش ربنا أمات سيدنا إبراهيم أبو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لو هي بالقرابة.
لو هي اسمح لي، مسألة اوكي القرابة صحيح ما صحيح كانش على جو، الله عز وجل انا مو أبعث اعتبرهم، سيدنا مو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لو بالقرابة؟ على الأقل اسمح ده لو كان بقى هسألك ابن سؤال. النبي، كلنا كنا هنحترموه سنة وشيعة ونقول إزاي ابن النبي ما يبقاش رسول؟ إزاي ابن النبي ما يبقاش لا إمام؟ لا 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 إزاي ابن النبي مش عارف إيه؟ ده لو بالقرابة. لو هي بالقرابة ما كانش مات أبو لهب كافر، لو هي بالقرابة. اسمح لي اسمح لي، لا هي مو بالقرابة طبعا، بس هو يا باشا منهم انت مش انت الأول اللي اللي لسه بتقول دخلوا بالقرابة الإسلام. دلوقتي يا حاج. ما قلت لك بالقرابة، قلت لك الأقرب. الأقرب مو معنى كقريب، قريب عائلي. الأقرب للرسول اللي هو كان يملك أسرار الرسول كلها، كان مع الرسول، وأول من دخلوا الإسلام دخل الإسلام، معلش، ويا هو الأقرب للرسول صلى أول الله من عليه وسلم كان أبو شارك بكر كل الصديق. المعارك. معلش، الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان دايما معاه في الرحة ومعاه في الجاية وحتى انا في جاي الهجرة كمان اثبت أبو لي، بكر اثبت الصديق. لي هالشيء. انا معاك، اثبت لي هالشيء، اثبت لي أيوة، ان ابو النبي بكر صلى الصديق الله هو عليه اقرب وسلم للرسول. في رعب، بص بص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ قال لك إيه؟ اللهم أنت الجار الصاحب في السفر، اللهم أنت إيه؟ الصاحب في السفر، صح؟ مين قال هذا؟ مين قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي ايه هو دعاء السفر؟ زين حافظ زين، حضرتك انت شلون معلش تثبت لي معلش ان هذا الحديث حضرتك صحيح؟ حافظ دعاء زين السفر؟ شلون تثبت لي ان هذا اسمعني الحديث بس، صحيح؟ حضرتك حافظ دعاء السفر؟ دعاء السفر؟ اه لا ما حافظ. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما اوكي كان بيسافر يقول ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر. يعني معنى الصحبة في السفر اهمية، اهمية كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صح، قال ايه؟ لا ياكل طعامك، لا تصاحب الا مؤمن، ولا ياكل طعامك الا تقي. يعني صحبه النبي صلى الله عليه وسلم مش اي حاجه. صحيح ولا مش صحيح؟ طبعا جميل. صح انت طبعا لما حضرتك تيجي تسافر هتختار افضل الناس معرفه بيك وصاحبك عشان تاخده معاك ايه في السفر، صح ولا مش صح؟ طبعا. جميل قوي. لما كانوا بيختاروا الناس زمان، ودي حديث عندنا وعندكم، كان يقول لك ايه؟ هل سافرت معه؟ تقول له لا. يعني تعرف فلان؟ اه اعرفه. يقول لك هل سافرت معه؟ هل سافرت معه؟ زين يقول الإمام لك علي لا ما ما سافر مع سافرتش معاه، الرسول؟ لم اسافر معه. يقول لك يبقى انت كده ايه، ما تعرفوش. ليه؟ لان الصحبه دي مش اي صحبه، خلاص. فلما النبي زين صلى الله عليه زين وسلم قصدك ياخذ معاه ابي ليه بكر أبو الصديق، بكر يا سافر باشا مع اسمعني يا الرسول؟ باشا، يعني هو صار الأقرب؟ يا باشا اسمعني يا باشا، يا باشا اسمعني يا باشا. تفضل 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 تفضل. اما دي كل دي ادله، كل دي ادله. اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. الصحبه ديت ان انا انقي افضل الناس ان انا ايه اخدها معايا في السفر. يبقى من زين كان ممكن تسمح الاقرب، لي استوى من كان الاقرب في استوى السفر حتى كمان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابي بكر اسمح لي الصديق. اسمع، يعني انا من قلت لك الاقارب القربة هي افضل، انت جيت لها هسه بالصحبة، فاذا انت هسه ما عندك دليل مقنع، اذا انت تقول لي اللي يسافر مع الرسول هو الاولى. زين يعني يا باشا برايك انا ما برد بسمعنا؟ عليك، انت بتقول لي لا هو الاقرب، لا فبقول لك في مو اقرب منه. يعني انت بتقول لي دلوقتي في الاقرب، ان هو عليه الاقرب، فانا بقول لك اهو في الاقرب منه. لو انت بتحسبها بالقرب ففي اقرب منه. اوكي صحيح. زين الامام علي ما مسافر مع الرسول ابد؟ النبي علي بن ابي طالب سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ ده حتى في غزوه تبوك ترك اذا ايضا النبي بهذا صلى صار الله عليه وسلم، ترك الافضليه، عليه صار في المدينه واخذ الافضليه. معاه ابي بكر الصديق. اوكي انت تحكي استراتيجيات مال حرب قديمه، انه ممكن بالحروب انه شخص يترك بحسب الثقه، انه ممكن يترك شخص بالمدينه لان يثق به وياخذ شخص ثاني، ممكن لا هذا موضوع معلش، يعني ثقه صح اسف، ولا لا؟ معلش، انت واحده واحده مثلا واحده. اذا طب ما وثق في عبد الله بن ام مكتوم وتركه على المدينه برضه. يعني هي مش قصه، يعني ان انت تترك حد على المدينه مش قصه. يعني ده حتى علي بن لا ابي طبعا طالب، لا، بس ايضا حتى موضوع علي بن ثقه ابي جدا طالب مهم، اعترض على لان امر النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم وقال اتستخلفني بالصبيان والنساء يا رسول الله، وذهب اليه من قال باكيا. لك هالشيء؟ اثبت لي ان الامام علي قال هالشيء. يا اله اثبت. الا الله. طيب ماشي، حاول حسبتها لك. هي المهم مو اريد اسمعني بس، اثبات يا اثبت اخي، لك. انت هسه مش انا قلت لي اثبت اني لي اسمح لي يا اسمح عم، لي انت انا مش قلت لي قدام اثبت لي قدام اسمح يا لي بس باشا، انت اسمح لي مش قلت لي اثبت اسمح لي. لي كلمه خير انت بتقول لي اثبت لي وترجع اسمح بكلامك لي تاني. يلا اثبت لي، راح اعطيك تثبت لي انا قدام هقول لك يا المشاهدين سيدي، كلهم اللي ابدا بحاجه تقريبا بسيطه، فوق بحاجه الالف شخص. بسيطه، ارجع انا لاصل. ادخل بص المذهب يا عم السني بحاجه حاليا بسيطه، اذا خلاص يا باشا، نصيت عليك الصوت عشان تسمع. انت قلت لي اثبت لي، ارجع لاصل حديث اللي هو حديث ايه؟ انت مني بمنزله هارون من موسى. ارجع لاصل الحديث دوت، واخد لي بالك، هتلاقي ان علي بن ابي طالب ذهب مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه مهرولا،
وفي روايه باكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتستخلفني في الصبيان والنساء يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اما ترضى من ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى؟ ارجع لاصل الحديث، ولو ما لقيتهوش يبقى تعال لي. وشكرا ليك، لان انت كده اخذت زياده ومش فاهمني للاسف. عايز ايه انا اصلا من الموضوع؟ اتفضل.